اهلا وسهلا عزيزي الوجيه، كيف حالك؟ اسعد الله اوقاتك بكل خير. واحب اقول لك انه فيلم اوبنهايمر، يعني اوكي طفشتكم بموضوع اوبنهايمر، ولكن بالفعل اوبنهايمر وعلى ما يبدو انه شركة الانتاج طمعانة في تحقيق حلم المليار دولار، فقرروا انهم راح يعيدوا طرحه في بعض صالات السينما او في صالات مختارة في ارجاء العالم، والهدف يعني زي ما قلت لكم لتحقيق المزيد من الدراهم والاقتراب من حلم المليار دولار او الوصول للمليار دولار بنفسه، لانه الفيلم جاب 950 مليون دولار، فما باقي له الا تقريبا 50 مليون بيقفل ام الليله ويصير في نادي المليار دولار. فليش لا، شركات الانتاج طماعين، وبرضه يعني كريستوفر نولان ما توقع انه عنده مشكله في المزيد من الفلوس. وبشكل عام في اي لحظه اوبنهايمر بينزل بجودات عاليه، تقدر تتابعه من البيت وتشتري دماغك بلا سينما بلا بطيخ. طيب يا وجيه، النظارة يا وجيه، ما حنتكلم عن موضوع النظارة، الموضوع طويل وملغوص وما اعرف كيف اشرح لك اياه، بس اذا انت متابعني في تويتش بتعرف انه النظارة دي البسها في اوقات لغرض ما ولحاجة في نفسي. ما حد قالك ما تتابعني في تويتش، راحت عليك الحصريات. جوي روسو يا جماعة احد مخرجين اخر جزئين من افنجرز، او بالتحديد انفينيتي وور واند جيم، نزل فيديو يطقطق فيه على المخرج مارتن سكورسيزي. القصة غبية والخبر شاطح للأمانة، ولكن بشارك معاكم لأنه ليش لا. مارتن سكورسيزي يا جماعة نزل فيديو مع كلبه، هذه بداية القصة. مارتن سكورسيزي نزل فيديو كذا مع كلبه وكان يكلمه أوسكار، واكتشفنا أنه اسم الكلب تبع مارتن سكورسيزي أوسكار، تيمنا بجوائز الأوسكار اللي ترشح وفاز فيها، يعني طقطق كذا على الناس اللي ما عندهم جوائز. فرد عليه جوي روسو بفيديو قال أوه كلبك جميل، اسم الله مسلع عليه، واسمه أوسكار كمان، ما شاء الله يا ناس يا ناس. وفجأة طلع الكلب اللي في حضنه وقال له شو أخبارك يا البوكس أوفيس؟ عارفين كيف يعني، أنت طقطق علينا إنه ما عندنا أوسكار، عندنا نطقطق عليك إنه ما عندك فلوس. حركات مخرجين، ما ادري احس انه بايخ النكته وانا قاعد اشرحها، ما اعرف ليش شاركت معاكم الخبر، المفروض ما اشاركه صح. وعلى طاري مارتن سكورسيزي، فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون وبعد اسبوعين من عرضه في صالات السينما قدر الفيلم انه يجمع حوالي 80 مليون دولار امريكي. اوكي كان متوقع اكثر، بس يظل الرقم مش سيء رغم من انه ميزانيه الفيلم 200 مليون دولار، الا انه جزء من تمويل هذا الفيلم كان بواسطه شركه ابل، وبالتحديد تجاه منصة أبل تي في، وأبل بشكل عام ناوية تسحب الفيلم بعد فترة مش طويلة من صالات السينما وتعرضه بشكل حصري في منصة أبل تي في. يعني جزء من ميزانية الفيلم اللي انت شايفها ال 200 مليون دولار هذه، جزء منها أصلا دفع كتسويق لمنصة أبل تي في. مو مشكلة ندفع فلوس في هذا الفيلم، يجيب فلوس من السينما ما يجيب مش مهم، المهم ان نعرضه عندنا بعدين لاحقا في المنصة بحيث يجيب لنا مستخدمين وزوار جدد للمنصة. فكرة ذكية، سمارت، I don't know. اتوقع ابل اخبر في التسويق مني ومنك. عموما، هل تابعت فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون في السينما وجلست 3 ساعات ونص وانت ما تتحرك من مكانك؟ اذا ايوه اكتب لي رأيك في التعليقات عن الفيلم. حلقتين يا جماعة تفصلنا عن نهاية أحد أروع مسلسلات مارفل، مسلسل لوكي بموسمه الثاني، واللي نزلت منه 4 حلقات تقريبا إلى وقت هذا الفيديو، أو 4 حلقات بالتحديد هو لسه فيها تقريبا. وصدقوني يا جماعة المسلسل أداؤه جدا جدا خرافي، والأجمل من كذا إنه يشاع ويقال إنه آخر حلقتين من مسلسل لوكي الموسم الثاني راح تفجر أم عالم مارفل السينمائي، وراح تكون خيالية ومميزة جدا. وحط ببالك ترى كل جمعة نتابع الحلقات مع بعض على الديسكورد، لو تحب تتابع الحلقات معانا تعال على الديسكورد، الرابط موجود في صندوق الوصف. لعبة وولفرين يا جماعة اللي راح تصدر حصرية برضو على بلايستيشن 5، رسميا تم الإعلان إنها راح تكون في نفس عالم سبايدر مان 2 أو نفس عالم سبايدر مان اللي موجود في لعبة بلايستيشن أو في عالم اللعبة بشكل عام. مش كونوازي، مش بعد آخر، لا، وولفرين راح يكون متواجد في نفس عالم سبايدر مان، وهذا يعطي سوني ومارفل إنهم يخلوا الشخصيات تتقاطع براحتها في مرحلة ما، فضلا عن إنه متوقع ظهور شخصيات كثيرة في لعبة وولفرين، أو على الأقل الشخصيات المشهورة مثل شخصية ديدبول وغيرها. وأنا يعني جماعة ما كنت أتوقع إني أسويها، بس ياب اشتريت بلايستيشن 5 مخصوص علشان ألعب لعبة سبايدر مان 2. تخيل انك تروح تدفع فلوس كثيرة بس عشان تلعب لعبة واحدة وتختمها في اسبوع. ختمتها في اسبوع، اقل من اسبوع، 6 ايام. نصيحة، اذا انت باقي ما لعبت لعبة سبايدر مان 2 ناوي تلعبها، على مهلك على مهلك، لا تستعجل، لا تخلص القصة بسرعة، على الرايق خذ فيها 10 ايام، 15 يوم، شهر، ما عندك مشكلة، لانه بالفعل اللعبة جدا رائعة، وبمجرد ما انهيتها كذا
كمان يا ولد، انا ايش خلاني اخلص اللعبه؟ استعجلت مره، استعجلت. جيم بلاي رائع، قصه جميله، والقتالات ممتعه، فانصحك يعني. احب اقول لكم خطه سوني مشيت عليه، خطه سوني في الحصريات، الهدف من الحصريات عند سوني انها تخلي الناس يشتروا بلاي ستيشن. الخطه هذه نجحت عليها يا سوني، الف مبروك. ايش اسوي بالبلاي ستيشن الحين؟ انتظر وولفرين تنزل في 2024 ونقلع عمر المشوار. الله المستعان. عموما يا جماعه، لعبه وولفرين مثل ما قلنا راح تنزل في سنه 2024، مش في بدايتها ولكن ربما في منتصف السنه او في نهايه 2024. لا وكمان ازيدك من الشعر بيت، في لعبه الايرون مان قادمه ولعبه لبلاك بانثر. ما في الا قوه طحن العاب عند مارفل، طبخ في السينما والتلفزيون وكمان طبخ في عالم الالعاب. كل اللي اقدر اقوله لكم يا مارفل كيب إت أب. ديزني يا جماعه ناويه انها تستحوذ على منصه هولو، وفي حال انك ما تعرف ايش هي منصه هولو، فهي منصه كبيره مثل نتفليكس، مثل ابل تي في، مثل امازون برايم، مثل ديزني بلس وغيرها. ولكن هولو شعبيتها عندنا في العالم العربي مره سيئه، لانهم اصلا ما وفروا نسخ خاصه او منصات خاصه للعرض في الشرق الاوسط وفي العالم العربي، بس شعبيتها عندهم هناك في الغرب كل بيتي ممكن. عموما ديزني حط مبلغ تقريبا 8 مليار دولار للاستحواذ على هذه المنصة بأعمالها بكل اللي فيها. ليش لا؟ ديزني لو تقدر تستحوذ على نتفليكس كان استحوذت عليها من زمان، بس نتفليكس والله مستحيل أحد يستحوذ عليها لو بعد 100 سنة. فيلم ذا مارفلز أبشركم يا جماعة شكله بيكون خربوطة، ما كنا متوقعين أصلا يواجه أكثر من كذا. حقيقي يا جماعة الفيلم أخذ تقييمات لك عليها، يعني واضح إنه المشروع أصلا فيه شوية مشاكل. واحدة من المشاكل إنه المخرجة سحبت على الفيلم. اوكي مش سحبت عليه، بس كذا بعد ما انتهى اخر تصوير او تصوير اخر مشهد في الفيلم قالت لهم سلام عليكم وراحت مسكت فيلم ثاني. طب تعالي شريفي على الفيلم، تعالي شوفي التعديلات، التحرير، الانتاج، الصوتية، ما في، مشيت تركت الفيلم. ياهو طيب دافعين 250 مليون على الفيلم وكم اعطيتوها؟ 1000 ريال، زعلانه ومشيت. ايش فيه؟ واضح انه في مشكله ما بين المخرجه وما بين شركه مارفل ظهرت اثناء اخراج الفيلم او قبل او بعد، الله اعلم. عموما اغلب الاراء اللي قراتها في الانترنت انه الفيلم ما راح يكون قد التطلعات ابدا، يعني لا ترفعون سقف طموحاتكم مره. ذا مارفلز ايش ممكن يكون؟ وممكن يطلع حلو، ما تدري ممكن يصدمونه ويطلع بوم مره حلو، الله اعلم. وغير كذا بالحديث عن مارفل، واضح انه فيديو اليوم فيه مارفل كثير، الله يرجي بليسهم. عموما يا جماعه مارفل من قوه الاستهبال اللي عندهم، يعني انا ماني عارف كيف عندهم اداره الميزانيات. اداره الميزانيات موضوعها غريب، يدفعوا فلوس كثيره على بعض الاعمال وتطلع نتائج في السي جي اي بالتحديد كبيره، زي انت مان، زي على سبيل المثال اللي بنتكلم عنه الحين شي هولك مدفوع عليه 250 مليون دولار. لما تدفع على مسلسل حلقاته اقل من 10 حلقات تطلع بسي جي اي مضروب زي كذا، كيف؟ اقنعني، ماني قادر افهم. فمارفل سابقا، يعني لانه يفترض انهم قرروا يحلوا ذي المشاكل حاليا، سابقا كان عندهم مشاكل كبيره في اداره الميزانيات وفي الامور الاداريه الخاصه بالموظفين. يعني كد لك الموظف 50 60 ساعه في اليوم، ما اعرف كيف صارت 60 ساعه في اليوم، بس يكدون الموظفين اكثر من اللازم ويتوقعوا منهم يطلعوا بشغل كويس، وهذه كانت احد مشاكل مارفل. عموما زي ما قلت لكم يفترض انه مارفل حلت كل هذه المشاكل وما عاد بنشوفها في المستقبل، ومسلسل لوكي خير مثال، بدعوا صراحة. وصور مبدئية وعرض صعنطوط جدا للفيلم القادم أو الجزء الجديد من سلسلة كوكب القردة، واحدة من أروع وأقوى السلاسل على الإطلاق. فيه نسخة قديمة منها وفي نسخة حديثة منها، وشخصيا لو ما تابعت هذه السلسلة أنصحك تتابع النسخة الحديثة منها، جدا جدا رائعة وأسطورية. أول جزء نزل سنة 2011، والثاني نزل سنة 2014، والثالث نزل في سنة 2017، والرابع بمشيئة الله قادم سنة 2024، وبالتحديد في شهر 5 من سنة 2024. عموما التريلر يفترض انه وقت ما انا اتكلم هو موجود في الانترنت، وقت التصوير ما كان موجود، بس لما انت تشوف الفيديو بيكون موجود على اليوتيوب. كل اللي اقدر اقول لك تابع سلسلة كوكب القردة، سلسلة جدا جدا رهيب. وفيلم سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس، ما قلت لكم مارفل وسوني اليوم متكين عندي كثير في الفيديو. فيلم سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس يا جماعة نتفليكس اشترت حقوق عرضه في منصتها، ويفترض انك تقدر تتابع هذا الفيلم الان على نتفليكس. اوكي ما اتوقع انه وصل لجميع البلدان، يعني ممكن بعضكم في بعض الدول يظهر لهم وبعض الدول لا، ولكنه بيوصل لجميع البلدان في مرحلة ما. شياطين نتفليكس يا جماعة، شياطين. وفي أحد اللقاءات يا جماعة سألوا الممثلة لينا هيدي أو مؤدية دور شخصية سيرسي لانستر الشهيرة والعظيمة جدا في عالم جيم اوف ثرونز، بحكم إنك كنت أحد أبطال مسلسل صراع العروش، أكيد إنك تابعتي مسلسل آلة التنين ومتحمسة معه وكذا، صح ولا لا؟ وتخيلوا إنها ردت عليهم بكلمة واحدة بس، يب كلمة واحدة بس، قالت لهم
اتمنى اني جالس امزح بس مش بمزح. قالت لهم مش لاني نجمه في مسلسل جيم اوف ثرونز معناته اني لازم اتابع على التنين. اوكي بعصابك يا ابو بكيفك الله المستعان. شوفوا يا جماعه بخصوص الاضراب، انا دائما المتابعين يسالوني ايش صار في الاضراب وايش الجديد. ما في شيء، ما في جديد. شركات الانتاج اذن من طين واذن من عجين، والكتاب والممثلين ضعاف الله مقضينها على التبرعات لين يفرج الله، لا شغل ولا مشغله. انا شخصيا صراحه كان عندي تفاؤل كبير جدا، بل اني كنت اعتقد انه مستحيل تنتهي 2023 والاضراب ما خلص، بس على ما يبدو انه الموضوع مطول. الى الان الموضوع مثل ما هو وما في اي تغييرات، واحب اقول لكم واضح انه نقابه الكتاب والممثلين بدات تستسلم، مش استسلام صريح بس استسلام ايش؟ كذا من تحت الحزام، واضح انه الاستسلام خيار اصلا، يعني ممكن في النهايه النقابه تقول يا عمي خلاص الله يقلعكم يا شركات الانتاج، سووا اللي تبوه، استخدموا الذكاء الصناعي، يستبدلوا وجوه الممثلين بذكاء صناعي، سووا اللي يعجبكم. ممكن ممكن يكون هذا خيار مطروح لانه شركات الانتاج ولا فرقت معه. اللي بقوله لكم ملامح الاستسلام اللي بدأت تظهر على النقابة انه بدأوا يعطوا الضوء الاخضر، بدأوا يتنازلوا عن اشياء كانوا موقفينها، انه صاروا يعطوا الضوء الاخضر للممثلين، روحوا سوقوا افلامكم لبعض الممثلين مش الكل، في استثناءات زي كذا، روحوا سوقوا افلامكم الله المستعان لين نشوف ايش الحل مع التبن هذولي. عموما يفترض انه في جلسة قريبة بين النقابة والاستديوهات على امل انه ممكن يطلعوا فيها بحل اخير، مش اكيد، انا تفاؤلي كان فوق الحين صار مفيش. ذكر احد المصادر يا جماعه خبر غريب جدا ومش غريب في نفس الوقت صراحه، لانه السوشيال ميديا اصلا فوضى وقلت حياه هذه الايام. عموما ذكرت بعض المصادر انه شركه اتش بي او عينت عدد معين من الموظفين عندها وطلبت منهم يعملون حسابات وهميه تويتر انستغرام الاخ ايا كان، بحيث ايش يسووا؟ بحيث يردون على اي انتقادات تتوجه لهم ولاعمالهم. مخ يا حبيبي مخ، وترى طبيعي طبيعي يا جماعه، مش معقوله اتش بي او بتروح ترد على الناس في كل انتقاد بنفسها بحسابهم الموثق. حط في بالك ترى فكرة حسابات وهمية فكرة مرة قديمة وفعالة للأسف بشكل غريب، منصات شركات كثيرة كبرى عندهم حسابات وهمية يردوا ويضاربوا ويخابطوا الناس فيها براحتهم. وأحب أقول لك إنه الفكرة الغريبة هذه والحسابات الوهمية فعالة وتغير وجهات نظر ناس كثير، لأنها تخلق حوار تحت في التعليقات، تخلق سواليف وجهات نظر كثيرة قابلة للتغيير بمجرد ما تبدأ تناقش فيها. والرئيس الأمريكي قبح الله وجهه جو بايدن يقول انه صار خايف من الذكاء الصناعي اكثر بعد متابعه فيلم المهمه المستحيل الجديد. يا عمي هو مو فاكر ايش صار امس، هو ما هو عارف ينطق اسمه زي الناس، يمشي ويطيح في كل خطوه. قالك تابع فيلم ميشن امبوسيبل وخايف من الذكاء الصناعي، اذا ما انت اصلا ذكاء صناعي. انا اتوقع انه جو بايدن اصلا نموذج اولي لذكاء صناعي، خايف من الذكاء الصناعي بعد فيلم ميشن امبوسيبل يا لطيف. سنه تقريبا يا جماعه تفصلنا عن مشاهده فيلم ذا جوكر الجزء الثاني، الفيلم ما بقي عليه شيء الا ويكون جاهز تماما، ولكن التأجيل والتأخير هذا ربما شيء له علاقة بالإضراب وما إلى ذلك، لأنه زي ما قلت لكم زمان الإضراب أثره بيبدأ يبان بشكل تدريجي، وهذه أحد الآثار. الأفلام بدأت تتأجل، الأفلام بدأت تروح لمسافات بعيدة علشان ممكن إنه إيش وقت عرض الفيلم يكون اصلا الاضراب انتهى. عموما يا جماعه الفيلم ما راح نشوفه الا بعد سنه تقريبا من تاريخ هذا الفيديو، ومثل ما كلنا نعرف جزء منه قد يكون موسيقي، تصنيف الموسيقى او الغنائي موجود ضمن تصنيف فيلم جوكر الجزء الثاني. واكين فينيكس بيقدم دور الجوكر اوف كورس، وليدي غاغا راح تقدم دور هارلي كوين، وراح تغني في الكثير من المشاهد مع واكين فينيكس. وقت تصوير هذا الفيديو يا جماعه كان باقي يومين، وقت نزول هذا الفيديو ما ادري صراحه، ممكن تكون نزلت الحلقه وممكن لا. واتكلم عن الحلقه الاولى لمسلسل انفينسيبل، يب يوم 3 نوفمبر راح تعرض اولى حلقات الموسم الثاني. واحب اقول لكم انه الموسم اخذ تقييمات جدا 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 ايجابيه، بل انه بعض النقاد قالوا انه افضل من الموسم الاول بمراحل، وفيه من المفاجات والصدمات الشيء الكثير. عموما الموسم الثاني راح يتكون من 8 حلقات، بس حط ببالك عدد الحلقات ممكن يكون قليل، ولكن مده كل حلقه 45 دقيقه، وبعض الحلقات قد تصل الى 50 دقيقه او ساعه. باقي ما تابعت مسلسل انفينسيبل وتدور على سوبر هيرو وعنف ودمويه واشياء جريئه وخارجه عن المالوف، تابع المسلسل انيميشن من اروع ما يكون متوفر على امازون برايم. لعبه فورتنايت الشهيره واللي كانت جميله جدا في زمن ما بالنسبه لي، واضح انه الشركه بدات تفلس من الافكار وقرروا انهم يعيدوا مجد هذه اللعبه واحياء هذه اللعبه من جديد، وراح تنزل اللعبه بحله جديده. اوكي مش حله جديده بالمعنى الحرفي، ولكن اللعبه راح ترجع للشكل القديم، فورتنايت القديمة نسخة 2018 راح ترجع، نفس الأسلحة، نفس الخريطة، نفس التفاصيل القديمة.
وأنا أتكلم بس كذا جاني حنين. وصراحة مبادرة جدا رائعة وحركة تسويقية ذكية، ولكن مثل ما قال أحد الحكماء إذا تمره، وإن أعادوا فورتنايت القديمة فمن يعيد الأصحاب. والله يا جماعة ذكريات وأيام حلوة كانت مع هذه اللعبة سنة 2018، وأنا عارف مليون في المية أنه مستحيل هذيك الأيام ترجع، ولكن يعني المبادرة هذه راح تنعش الحنين فينا شوية. ليش لا؟ تنزل من الباص روح جمع خشب، حاول تبني سكاي بيس، واحد من أصحابك روح جمع أسلحة والثاني يجيب خشب زيادة، واحد يجيب هيل. أخ أيام جميلة يا أخي، بداية فورتنايت صراحة أيام لن تتكرر. حلقة هجوم العمالقة الأخيرة يا جماعة اقتربت، يوم السبت يوم الأحد القادم بالكثير بنقدر نتابعها. ما أدري هل أوصف شعور إني متحمس ولا حزين، أو حزين ومتحمس في نفس الوقت. متحمس لأني اشتقت لهجوم العمالقة، وحزين لأني راح أفارق هذا العمل للأبد، لو كمان مع وجود قلق وتوتر خفيف تجاه النهاية. ما أعرف صراحة، ما أعرف، مشاعري متخبطة للأمانة. كل اللي نقدر نقوله يا جماعة كرسوا قلوبكم، اقتربت النهاية، وتعال تابعنا على تويتش عشان تابع الحلقة مع بعض إذا نزلت بمشيئة الله. وختاما يا جماعة، قبل كم يوم توفي الممثل الشهير ماثيو بيري، واللي اشتهر بأحد أهم دور له في حياته كلها، دور شخصية شاندلر من مسلسل فريندز. طبعا الممثل كان يواجه مشاكل نفسية كثيرة للأسف، فضلا عن مشاكل الإدمان اللي كان يحاول يتخلص منها، واللي خسر ملايين الدولارات على أمل أنه يحلها، ولكن للأسف يبدو أنه ما حلها بشكل الكامل، والله أعلم. خلاصة الكلام يا جماعة، الشرطة حصلته ميت في حمام بيته أو دورة المياه الله يكرمكم، وللآن السبب مجهول وغير معروف، أو على الأقل ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي. هل مات منتحرا أم مات لأسباب أخرى؟ الجمهور جدا حزين، طاقم مسلسل فريندز مصدومين جدا، ولكن كل اللي نقدر نقوله هذه سنة الحياة، كله رايح يا جماعة. عاش الممثل ماثيو على هذه الكرة الأرضية 54 سنة، وقدم فيها الكثير والكثير من الأدوار والأعمال. الله يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا أخواننا في فلسطين من دعواتكم، نسأل الله أن يرحم موتاهم ويشفي جراحهم وينصرهم ويرد لهم أرضهم ردا جميلا. لكن الفيديو لو عجبكم اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، تعالوا تابعونا المواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، كل حساباتي موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.